المدرسة هذه أنا كنت فيها 8 سنين. 8 سنين عمري ما عملي حتى مشكلة مع أولياء لا مع تلامذة، بس أنا خديتها إدارة عوضا عن مدير خرج وحيل عن شرف المهنة. السنة الدراسية من أول السنة الدراسية من يوم 14 وقعت فيها تشاحنات بين المعلمين على التنظيم وعلى كل شيء، فهمت؟ وقت خذيت المدرسة خذيتها على أساس أني إنسان مش نخدم زميل كزملاء، وشاركتهم في العمل التربوي، وعملنا اجتماعات مع بعضنا واتفقنا وخدمنا مع بعضنا. ولكن مراني كان بعد ولا ثم اقتحال وشحن من بعض الزملاء لشيء أنهم أنا ما نجمش نقول 100%، أما بعض التشكيات اللي جاتني من أولياء ودفعت على برشا زملاء من الأولياء، وثم حتى بعض التقارير اللي مشاو للإدارة الجهوية مش من عندي أنا، من عند الأولياء، وحتى اقتربت مني الإدارة الجهوية باش نعمل تقارير، ما حبيتش نعمل تقارير وما نعملش تقارير في زملائي. أخر حاجة أنه تبلغوا علي أني أنا نبث في الفوضى في المدرسة ونصحح في الأولياء، معناها الأولياء ولاو أنا نعطيهم كل خفايا المدرسة، معناها كل مدعاءات وافتراءات. إلى أن وصلنا نهار جيتهم على الامتحانات الثلاثية، ولكن قبل هذا صارت جلسة صلح بيناتنا أن باش نمشيو في وقت مع بعضنا. ثم زميلة رفضت التصالح، رفضته واحد، وشنجت الأمور وبدأت بشوية بشوية وتلمدوا مع بعضهم وعملوا فيها عريضة. العريضة هذه يتهموا فيها أني أنا نعمل مسؤولية، نعطيها لكم العريضة، ما عندي حتى إشكالية، خرجتها نقابة التعليم. العريضة هذه فيها افتراءات كبيرة برشا في شخصي ومس من شخصي. العريضة هذه فيها تهجم عليا، فهمت؟ تهجم عليا من كل النواحي، من النواحي الأخلاقية ومن النواحي الواحد. وقت طلعت عليها أنا مشيت للإدارة الجهوية، تحدثت أنا وياها، قلت لهم راه ثم برشا مغالطة، ثم مس من كرامتي، ثم مس من شخصي، ثم مس من مسيرتي التربوية 30 سنة، ما عندي حتى مشكلة مع حتى واحد، ولذا حبيت نمشي للإدارة الجهوية باش تلقى حل، باش نحلوا الإشكالية هذه. الإدارة الجهوية طلبت مني أني نسير المدرسة إلى آخر يوم من السنة الدراسية وبعد ننظروا في الوحدة. جيت لهنا علمتهم، قلت لهم أنا راني مش نقعد للإدارة، نقعد في الإدارة إلى أن توفى السنة الدراسية، باش ما نشوشوش على الصغيرات، وباش السنة الدراسية تمشي في معناها بطريقة سليمة. واقترحت عليهم زوز زملاء اللي أنا عندي ثقة فيهم برشا، قلت لهم أعملوا لجنة للامتحان ولجنة للإصلاح ولجنة للحفل المدرسي. ما رعاني إلا أنهم يرجعوا عليا ما يحبوش يصحوا في الاجتماع ويرفضوا رفضا باتا كل ما يأتي من عندي أنا، كل اقتراح. وعملوا مجلس بيداغوجي وحدا، وإن المجلس البيداغوجي هو اللي يسطر. علمت الإدارة كيف الإدارة تقول لي ديما سيس روحك، إلى أن أتى هذا اليوم. اليوم جيت لحداش، جات نقابة من نقابات الزوز، نقابة الوفاء، جات باش تعمل الدعاية بتاعها الانتخابات. ما رعني أنه السيد جاء قبل وقته، السيد الزميل هذا وهو في النقابة المضادة 100%، ولا داخل بحث الزملاء كل زوم زميل يضيع له درجة ويدرجة ونص، هو يحكي وياه عن النقابة وما يزمكش وما يعملش. أنا قمت من بيرويا ومشيت له وطلبت منه أنه
يخلي الزملاء يخدموا. وبعد هذيك جمعت الحكايه الادعاءات قلت يا اخي رفضها مدعي اني انا مانيش مدير مدرسه وش حتى عاد ما يعترف بيا. وخديت نكلمه ناديت زميل قلت له عايش قل له راهو ما يصيرش هكاك. غزال قال لي شكونك انت؟ شكونك انت كريمه؟ قلت له انا مدير المدرسه. قال لي لا انت ماكش مدير مدرسه وانت برا شد بيرو وقع ثم. شو وقع ثم؟ انا مدير مدرسه ومسؤول على تسيير هذه المدرسه. باه وقعت مشادات كلاميه باه حكايه مسخ ومسخ ما نعرفش هذه. اتصلت بالاداره الجهويه، الاداره الجهويه سي الاداره الجهويه قال لي سمني راه كيفاش واحد جوست انا مازلت اتصل بالاداره الجهويه ودار على الزملاء الكل خرجهم كلهم من الاقسام نتاعهم في ال11 ودرج خرجهم كلهم من الاقسام نتاعهم ولا فوضى في المدرسه ولا تلاندا من غير معلمين وعمل كل اعتصام اللي يضرب واحد وكلم النقابه وجات النقابه ومن حين من ال11 ودرج الى الان تو ساعتين ونص حتى صارت ما يسا زمرت زمره ودخلت التلامذه الاقسام نتاعهم رفض الزملاء الدخول باعاد منه من النقره وما كثرش هكاك خرج ودار على التلامذه وخرجوهم واحد اللي هما التلامذه اليوم ما هماش في المعلمين ما هماش في اضراب رسمي خاطر الاضراب لازم يكون معلم وما عندهمش حق باش يعملوا الانقطاع عن العمل وهذا يسمى انقطاع عن العمل معناها التخلي عن العمل والمسؤوليه نتاعهم والتلامذه اللي خرجوا كلهم في مسؤوليتهم توا خاطر نجم غدوه نسمع انه تلميذ خرج من المدرسه وقت العمل نتاعو وهو ما عملوش وتقالوا حادث ولا واحد يتحملوا هما المسؤوليه نتاعهم كامل. وهذاك اش حبيت نوصله انا انه مدرسه كيما هذه سمعتها طيبه برشا ثم شكون يحب يلوثها بادعاء انه منير المراكشي هو مدير المدرسه ولو كان مش كان منير المراكشي اي انسان كان في البلاصه نتاعي هذه المشاكل هذه مش تكون لان هنالك خفايا وثم خلفيات شخصيه ثم امور شخصيه ماهيش حكايه تعليم ماهيش حكايه وشكرا.